يسعد لي مساكم مشاهدينا في برنامجكم المتميز برنامج أفوال الذي يطل عليكم عبر شاشة تلفزيون الفجيرة يوميا من الساعة 11:30 للساعة 1 محمل بمواضيعه الجميلة وضيوفنا المتميزين ومع الركن التراث المتميز. خلونا نمسي على زميلتنا مروة. مروة يسعد لي مساك. يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا ولما كنتوا تتابعونا اليوم عبر تلفزيون الفجيرة في برنامج أفوال. وأكيد اليوم بتكون أفوالتنا غير ويا ضيوفنا بيكون إن شاء الله ويانا شاعر وأيضا كاتبة. وقبل ما نرحب بضيوفنا بنروح لركن التراث بمسي عليك زميلتنا عواطف. يسعد مساك بنات. الله بالخير بنات. يسعد مساكم ومنورين اليوم ما شاء الله يعني حابة الألوان جدا. يسعد مساكم إن شاء الله. ونحن اليوم بنتكلم عن مهن الحريم قبل ومهن الريايل وكيف تغيرت الحين بس بعده الحمد لله نحن متمسكين بهذه العادات والتقاليد. نمسي بالخير أكيد أم سعيد وأم برمان. أم برمان شوي بتقول لنا عن هذه المهن وحابين شوي نبدأ وياها اليوم لأن سوالفنا كانت تحت الهواء. نمسيك بالخير خالة أم برمان. الله يخليك بالعافية أبويا حياك الله. كيف قبل شوي كنت تخبريني عن المهن اللي تتخصص فيها الحريم. نعم قبل أول قبل الحريم يسيروا الحطب. يسير الحطب يوم الداهم الساعة الصبح الفجر. تولفوا 4-5-6 حرمات. وصار الحطب ليبال قبل الحطب. يوم الساعة 9 يهاتيني الوقور من الحطب. عقوا الحطب. يكلم حالتهم كسيفة ما كمان الحين الحمد لله. عقوا الحطب دخلوا البيوت. واللي عندها ولد رضعته واللي ما عندها ولد صارت شلت يحلتها صارت الطوي البير ولي مزر ملقيعان نخل حياة الشيبة سلطان هناك بيب ويحلة على الحيبة والبيب فوق الرأس يوم هناك زين حطوا للحياة اللي عندها تراح عمه سوت غدا واللي ما عندها عمه سوت غدا لين عيالها سوت الغدا وتغدتي والعيال وما لها خانه ورمسوا يوم العصر تولف الحريم ما ادري حوي حريمات يا ابو دله القهوه يا ابو السح يا ابو التمر يعني ويا ابو كل شيء ويلسوا وداري قهوه والرمسه تعطي عندهم شو يسولفون؟ يسولفون عن الاوليين ويسولفون عن الاخريين ويسفوا سفه هي كل واحدة بسفتها حد السف معطى حد السف صرود حد السف مشب حد السف يعني قفير ما كلهم واحد كل حد بسفته حد السف سمه مال الاوليين سميم زين اول ماشي زوالي نفرش السميم للبيت وسفنا لين أذن قدام أذن المغرب كل واحدة روحت بيتها صاروا بيوتهم كل واحدة صارت بيتها هي. وصبحوا سووا عشاء حق عيالهم وتعشون عيالهم وباتوا على خير يوم الصبح تولفوا الحريم زقروا على القهوة فلانة تعبت قهوة ويقعدون يتقهوى وتولفوا 4-5-6 حرمات انتي وانا وبيعت وكلنا يعني تولفنا كل يوم كل حين في بيت تقهوانا عندي شنتي وطلعنا من بيتي شنتي صرنا بيت الثانية طلعنا من بيت الثانية صرنا بيت موزة الحين تقهوى لين الساعة 9 احنا لين 9 بالليل لا الصبح هي. الصباح لين عاد جلسنا في البيت كل وحدة جات بيتها جات عند عيالها رضعت عيالها سوت لعيالها اكل طبخت شيء جبت سير الطوي يعني خريقة شلينا بنغسل ثياب عيالنا وين نغسل؟ نسير بعد مرة ثانية نسير وين نغسل الثياب؟ ونغسل البحر ذيك اليوم ماشي والحريم هم اللي يسيرون احنا نسير الحريم غسلنا الثياب مال العيال جبناها وعصرناها ماشي مكاين ذيك اليوم كهرباء وما ادري وش ماشي كهرباء غسلناها عصرناها زين وروحناها على الحبل خلاص بعد شوي بعد بنكمل وبنسولف بعد بتخبرينا عن مهن الريايل وعن يعني سوالف الحريم وسوالفكم ما يمل منها بس احنا بنرجع للبنات خليناكم بروحكم اليوم حبيبتي ومنو يمل من سوالفهم اصلا عواطف جهزوا لنا هي جاهز كل شيء جاهز وجبن بليز انت مو تلاحظين دائما مروه اهم شيء ما تلاحظين اول شيء تبدا باوردر كل حلقه تقول جهزوا لنا كل حلقه جهزوا لنا وكل حلقه نجهز لا والحين على فكره لاني اطلع على فكره الحين تتشرط تبي جبن تبي حرامي اطلع من البيت بالعافيه حاضرين والله
نقطع من البيت. المخرج يقول ما عندكم أكل ببيتكم؟ ما نلحق نفطر. ما نلحق نفطر. يلا. الحمد لله الخير مكور. يعني المخرج شي يقول احليلها مروة على كثر ما تطلب ما تاكل، اللي عدالها تاكل. تطلب، المهم انها تطلب. صيبت على الفاضي، يلا صيبت انا ولا صيبت فقر. الله يعطيكم العافية. طبعا مشاهدينا مواضيعنا جميلة وضيوفنا كذلك المتميزين الدائمين في برنامج فوالة. لعبت الكتابة دورا رئيسيا في نشر كل القصص والروايات والأحداث بين بني الإنسان قديما وحديثا على صفحات الكتب والمجلدات، والكتابة لعشاقها هي دليل الشفافية وكذلك إيضاح الحقائق للغامضين وصرخة المساكين. فعلا سهام، أيضا مشاهدين معارض الكتاب والحراك الثقافي اللي تشهدها دولة الإمارات دفعت ضيفتنا الكاتبة والمصورة عبير كزبور إلى تطوير واستخدام مهاراتها وحسها الفني في التصوير وتحويلها إلى نوع من الإبداع، وذلك من خلال قيامها بعمل جلسة تصوير لكتابها لتكون البطلة للرواية، وأيضا ليس خلف الكواليس فقط، لتعطي المجال والجرأة لفكرة تصوير المؤلفين مع كتبهم وظهورهم على الغلاف لربما يحدث تغييرا في الساحة الأدبية والثقافية. فعلا، ومع انتشار كتابها الأول مشاهدينا صفحة بيضاء فتح لها الباب على مصرعيها لدخول عالم التسامح وتكون من أولى فارسات التسامح. خلونا نرحب بضيفتنا الكاتبة وفارسة التسامح وصاحبة مشروع بوك ستوديو عبير كزبور. وأيضا سهام، ضيفنا الثاني لليوم شاعر عراقي شرب من نهري دجلة والفرات وتشبع شعرا من شعراء كبار أمثال أبو الطيب المتنبي، السياب، ونازك الملائكة، وشارك بالعديد من الأمسيات الشعرية. ويانا اليوم الشاعر والاستشاري الهندسي أنس آل البيات. يا هلا ومرحب فيكم عبير وأنس، تفضل. نورتونا، مرحبا بكم. هلا. ما شاء الله اليوم كلكم متفقين، كله أزرق اليوم. أي حسيتي؟ لابسة أزرق وبنفسجي. وخالتي أم مرمان بعد لابسة أزرق معايا. ما شاء الله عليكم. نورتونا. هلا ومرحبا فيكم. الله يحفظكم. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليكم إن شاء الله. إن شاء الله. ما ادري شميتوا ريحه القيمات وكذي وانتم واقفين تتريون ريحتها طيبه يعني تبون يعني من الاخر يلا يلا تبون تجلسون معنا نحن ولا تسولفون ولا تبون تروحون ترات داير تاكلون هناك هون هون شوي هون هون اوكي شفتي على فكره هناك في وسطه حبيبتي سؤال معتاد انا ومروه دائما اول ما يجون ضيوفنا لازم هذا السؤال نسالهم فعلا اجواء رمضان وياكم لأنه مختلف من شخص لآخر أي يعني أي كل شخص أي مختلف بالنسبة لأجواء رمضان ممكن واحد يكون صائم مسافر أو أشياء ثانية يعني تتغير طبعا نرحب بكم على قناتكم هذه القناة الجميلة الرائعة نورتونا قناة الفجيرة والأخت مروة والأخت سهام حياكم الله رمضان كريم عليكم رمضان أجواء ما حد يختلف عليها شهر روحاني شهر جميل شهر تتجمع به الأسرة شهر هو هذا الشهر بحد ذاته مميز صحيح. مميز يعني كل أموره كل فعاليات تحس الناس يسارعون الفعل الخير صح تحس الله. الناس يساعدون تحس الناس مبتهجة يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى خلى هذا الشهر يصفي القلوب يخلي الواحد مرتاح يخلي الواحد بانسجام مع المجتمع صحيح فيعني شهر رمضان أجواء لا تختلف عن باقي الشهور يعني إيه. حتى هو بحد ذاته كشهر يعطيك طاقة إيجابية سبحان الله يعني إحنا دائماً واحد يسعى أنه يحصل هاي الطاقة الإيجابية صح. في حياته في تعاملاته رمضان هو يعطيك إياها مجاناً الله صحيح يقول لك تعال يا شخص أريدك إيجابي لباقي السنة الله وتلفزيون الفجيرة بروحه بعد برنامج فوالة يعطيك الطاقة إيجابية الإيجابية والمرحبانية والجميلة طبعاً بوجودكم طبعاً حبيبتي تفضلي يا عبير بصراحة هاي السنة رمضان جاية مع روحانيات ربانية يمكن بعام التسامح فالعالم كله متسامحة حتى الجو متسامح معنا أكيد. يعني بالعادي بهذا الجو بالسنة بيكون الجو حر والجو بيكون أطول وبيكون فيه مشقة أكثر هاي السنة الحمد لله بتحسيه سهل حتى في نسمات بالليل بتكون رائعة يعني على السحور الأجواء بتكون رائعة جداً فالحمد لله مثل كأنه رمضان عم يحتفل معنا بعام التسامح هاي السنة صحيح شو أول أكلة أنس تحب تاكلها في رمضان اللي تطلبها على مائدة الإفطار المفروض من أول يوم يعني فهي إذا خصصها أكل لا مش أكل أنا من اليوم شوفي الأكلات في رمضان إحنا كالعراقيين بصورة عامة عندنا الأكل شيء ضروري
يعني شيء مهم جدا. والأكلات المميزة خاصة في شهر رمضان مثلا عندنا الباتشة، ما ادري سامعين بالباتشا ولا ما سامعين، اكيد مشاهدينا. شو هي الباتشا؟ قول المقادير. لا ما راح تقدرون. عباره عن شو انزين؟ سويت ولا لا؟ اكيد مش سويت. اكل 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 اكل. هذا العراقيين حنيدي يشاهدون يعرفون شنو الباتشا، يعني ياكل باتشا يعني عراقي عراقي. عباره عن عيوش محشي شو؟ عباره عن كثير من الامور اللي هو الخروف واشياء راس الخروف واشياء يعني شيء عراقي اشياء عراقي. خروف ذبيحه يعني ذبيحه وهي ينطبخ راس الخروف بصوره يعني طريقه عراقيه ويكسرون الراس والاشياء والامور دمشق عند حبيتي الكباب هم يعني الكباب العراقي. نعم. الاكله هم يعني مشهوره هي السمك المزقوف. صحيح. يعني هذا السمك المزقوف عبارة يكون بطريقة عراقية، يوضع الفحم ويوضع حوالي السمك كذا يتركب وألذ منه ماكو. احنا ليش مو سوينا هالركن؟ انا والله ما صرت في رمضان والله ما احس بالعطش لان انت راح تاكليه على الفطور. اي لان احنا بالنسبة لاحظ احنا السمك ما ناكله وايد صدق يعني. لا احنا عادي عادي بالنسبة عادي. للتعبير شو الأكلة اللي تحبين أو تحسين أنها المفروض تكون على مائدة الإفطار أول يوم في رمضان؟ لا نحن دلتنين عنا شيء أساسي، الفتوش والفتة لازم يكونوا كل يوم موجودين. شفت الرقيقة؟ شو هكذا؟ شفت الرقيقة موجودة ذبيحة وذبيحة وهني فتة وفتة تبادل ثقافات. طبعا هذا المقبلات بس انا بالنسبه لي الاكل الاكل اوكي بعدين الاكل الهبشه. لا نحن بنحب مثلا الملوخيه، انا بالنسبه لي الملوخيه رقم واحد بعد رقيقه والفريكه وال يعني عندنا الاكلات احنا اللبنانيه شوي مش كثير فيهم يعني سبحان الله. احنا ما بجدام صينيه العيش عندكم شيء صياديه اظني هو اللي فيه السمك ورز، بس هذه نحن اجملها ما بنعملهم برمضان هدول الاكلات يعني لانه بيعطشوا هو السمك لانه مالح، فنحن بنفضل الاشياء اللي بيكون فيها مثل المرأة يعني مثلا الملوخيه الياخاني الورق عنب هيك يعني. اي ترى قلت احنا ما نطبخ بس هم طريقتهم ثانيه لا خلوش تشهير لانه ما شاء الله عندهم طاقه فما في عندهم لا مشكلة. احنا عندنا اقول لكم لا اخفيكم سر اصلا احنا عندنا في العراق بعض الناس يفطرون على اللحم احنا في العيد مشاوي. في العيد مثلا في عيد الاضحى بالذات تكون ذبايح والعيوش من الصبح يعني التكة مثلا واحد يفطر على تكة الصبح هذا جدا عادي بيفطروا برمضان على السوداء. هي بس هي سوت كذي مع الشرقي بتعرف السوداء اللي هي الكبدة الخروف يعني. الكبدة الكبدة انا قلت اذا ما كان لا بالعيد بالعيد برمضان انت لك يعني فتوش وفته والقصص شوي الاشياء الخفيفه شوي عشان ما يزيد وزنهم. ما عليك بنطلع الحين من الاكل وبندخل انا حبيت الموضوع على فكره اتوبت على مخدي بنطلع من الاكل وبندخل على الادب وتاثيره في شخصيه عبير. شخصيه الانسان طبعا هي مكتسبه من البيئه اللي بيولد فيها واللي بعيش فيها، وطبعا احنا عشنا وتربينا بالامارات فالحمد لله انك انت تعيشي بين 200 جنسية بنفس الوقت تتعاملي مع مختلف الجنسيات والمعتقدات واللغات، فهذا لحاله بيخلق عندك ثقافات متنوعة بشخصية واحدة، فبيفتح لك مجال انك تتعرفي على اكبر عدد من الناس واكبر عدد من الثقافات، فبيطلع الانسان بالامارات يعني هو انسان مفتح مش منغلق مع هالثقافات المتنوعة، فبالاضافة للكتابة والقراءة فبيطلع الانسان يعني ما شاء الله يعني متعدد المواهب. جميل ما شاء الله. أنس قبل لا نسمع شيء من شعرك بسألك عن بداياتك، شو اللي دخلك أو شو اللي جذبك بعالم الكتابة والشعر؟ حلو سؤال جميل. عالم الكتابة والشعر هي لا ينجذب إليها الشخص وإنما هي موهبة تولد مع الشخص. صحيح. يعني واحد ما يدري بحاله يحس بالكلمة يحس الموقف صار قدامه ما شاف نفسه إلا لزم ورقة وقلم وقعد يخطها على شكل قصيدة، طلعت القصيدة قال الله إيش قد حلوة، شوف الناس قالوا الله عجبتنا. فهي عبارة عن تكرير يعني الأحداث الواقعية تتحول إلى ورق وتسجل وتدون هذه، فالإنسان يعني بيئته مواقفه وهو عنده هذه الموهبة راح تهيئه. يعني الواحد أول ما يعني كل ما أتذكر أيام زمان شلون ابتدى الواحد فابتدينا بالمدارس. صحيح. المدارس هي كانت أول شيء عبارة عندنا مثلا رفعة العلم، احنا عندنا بالعراق مثلا رفعة العلم لازم واحد يصعد ويقول كلام للعلم وموجود الطلاب موجودين، هاي كل خميس تكون يعني هاي العراقيين يتذكرون هاي اكيد. فلما الواحد يصير بالبداية عنده هذه الجرأة انه الوجود
وقدام الناس ويتكلم، تخلق عنده ملكة معينة أنه عبر حاجز الخوف، تعرفين أنت كسرة وما عدا عند الموهبة الجميلة ينميها شوي شوي بالقراءة بالمتابعة بالاستماع، يعني الاستماع، فهي كلها تكونت وتهيئت حتى واحد يهيئ يكون في هذا المجال. وأكيد هو حب لهذا الشيء واندماجه، هي مرات واحد ما يحب شغلة حتى لو كان مبدع بيها راح تلقي ما بيها إحساسها. نعم. وإحساس الشغلة بحبها فعلاً، وأيضاً طبعا. يصبح مع الأيام عنده شغف على هذا الشيء يسوي لأنه يحبه، نجاح يسعى صحيح. للنجاح، عنده هدف لازم يوصله. صحيح. خلنا نسمع شيء من شعرك. طبعاً قصيدة، طبعاً أكيد موجود قصيدة هاي للعراق راح نبتدي بيها. تقول شكلك مهموم وحزين، شكلك مهموم وحزين والدمع بعيونك سنين، الطين ايدك اقرى كفك بلكي لعيونك معين، بلكي امسح دمعه تنزل ويمحي هذا الانين من عشقتك ذاب حزني وامتلى قلبي حنين. يا عراق اللي هويتك، يا عراق الصالحين، يا مآذن يا جوامع يا مقام الزائرين، يا حضاره بها نزهو منذ الاف السنين، أنا ابنك مني فخرك، أمسك ترابك وحضنك وامسح دموع اليتامى وانتقم من غدر ظهرك. أنا ابنك لا تباعد، أنت مهيوب ومساعد، أنت أصلي وأنت فصلي والفجر لابد واعد. يا عراق الصالحين، كافي آهات وأنين، كافي دمك دوم ينزف بأياد الحاقدين، كافي مرأة تصيح صرخة، كافي سور وزاد شرخة، كافي طفل أصله كرخ وبالمآسي دوم كرخة، كافي جعفر طاح صرحة، كافي طعن وزاد جرحة، كافي بنت وحلوة هي والحزن صار لها فرحة، كافي وكافي يا وطن موضوع لك طال شرحة، راح والاف الشباب وانحضن بيهم تراب، عمر وحسين منهم ذولي أسياد وذئاب، ومنهم عيسى هذا واحد بلسم لكل الشباب، راح مني وراح منك وما بقى غير العتاب، يمتى نصحى الحال أحلى وينتهي هذا العقاب، يمتى أشرب من مياهك يا عراق الأولياء، يمتى أشعر في سمائك للقمر عند المساء، يمتى تضحك لي دمعتك والفرح هو الدواء. يا عراق الصالحين، كافي آهات وأنين، حط لإيدك فوق إيدي والنصر هو اليقين. الله حط إيدك الله فوق إيدي والنصر هو العراق. طبعا الحمد لله العراق في تعافي، هاي القصيدة كتبت سابقا يوم تعرفين الألم نحوله حتى في قصائدنا والفرح نحوله في قصائدنا، فهاي الحمد لله كانت دعوة والحمد لله الله استجابها. أنا اللي حبيت أسلوبك في قراءة أبياتك، أحس أنه ينفعل ليفل الصوت يطلع وينزل، تحس أنها تشعرين فيه أكثر وتشعرين بالكلمات أكثر على حسب القصيدة. القصيدة وجدت عشان توصل للمستمع بإحساسها، أكيد فالصوت من أساليب الإحساس. ترجمة نقول طبعا ترجمة أكيد. الكاتبة عبير، بنتعرف على المهارات اللي يمتلكها الكاتب ليكون فعلا هذا الإبداع وهالبصمة الخاصة. هلا مثل ما تفضل الاستاذ انس انه ملكه الكتابه هي بتخلق، يعني اذا الانسان ما موهوب بالفراسه انه هو يكتب بتحسيه انه متكلف، بس طبعا مع الوقت لازم هو شو يصقل هذه الموهبه. نعم. بالقراءه، بالانفتاح على الاخر، بالتعرف على ثقافات اخرى، ما يكون بس منغلق بحدود وحده او بجغرافيا وحده، عرفتي؟ فكل ما تطور الإنسان وقرأ أكثر، كل ما بتصير إنه في عنده مفردات أكثر. يعني هلا نحن لما كنا بالطريق وجايين كنا عم نحكي شوي شعر بالسيارة. حلو إنك كنت مع بعض. إنه على طول الواحد يعني على النغم بيقول لك مثلاً إنه أصبح أو صار أو كذا، يعني كل ما الإنسان تعلم أكثر وكل ما قرأ أكثر، كل ما بيكون في عنده مهارات أكثر باللغة، يعني ممكن الكلمة الواحدة تلاقي لها أكثر من مفرد. نعم. عرفتي كيف؟ فحتى الواحد ما يصير يكرر نفسه بأكثر من كتابة، كل ما قرأ أكثر كل ما بيكون في عنده تطور أكثر بالأسلوب وبأنه يوصل للآخر بشكل أكبر. طيب أول كتاب أثر بشخصية تعبير؟ هو أثر فيني وغير فيني، يعني كانت هي مثل حالة داخلية طلعت لبرا،
غيرت كثير من حياتي، كانت بدايتها صفحة بيضاء، واستضفتوني أنتم وقتها بالبرنامج 7 على 7، وكنت أنا كثير مهتمة بالكتاب، سواء كان بالإخراج بالإظهار أنه يكون يوصل أكثر للجمهور. فكنت عاملته بشكل أنه مش منتج تجاري، ولكن منتج من حقه أنه يأخذ الجمالية اللي نحن عايشين فيها هلأ بالعصر الحديث. فالصورة خلت الكتاب يوصل بشكل أسرع للناس ويفوت لقلبهم كتير. صورتك؟ صورتي. بس بعض الأحيان في نقد من الصحفيين، من الأشخاص اللي يقرون الكتاب، أن ليش الكاتبة تحطي صورتها على كتابها؟ هل علشان يصبح أكثر مبيعا استغلال هذه الصورة، أن صورتك أنها تصبح أكثر مبيعا؟ هل أنت مع أو ضد هذا الشيء؟ هلا أنا مع أنه الكاتب، صح؟ مع الكاتب أنه يكون معروف، يعني لما يطلع وجهه معروف، لما يطلع مثلا مغني، كل العالم تعرف المغني. نعم. أوكي، بس يعني هلا إذا مرق مغني مثلاً من أي مكان، كل العالم تروح لعنده بتصور معه. صح. بس الكاتب دائماً بيكون خلف الكواليس، حتى اسمه بيكون بتاتر كتير صغير. بس أحياناً يكون في تيتر حقه، يعني يكون كاتب وهو أساساً خلف صغيرة وإيه. يا دوب نجيب مكبر لحتى الواحد يقرأ. فأنا بصراحة ما كنت بدي بلش بحالي، كنت بدي بلش بكتاب تانيين، بس دائماً البداية صعبة، يعني ما حدا بيحب يكون هو حق التجارب. فلما رحت أنا بدي أصور أكثر من كاتب، كلهم يقولوا لي أنه أوكي حلوة الفكرة، بس أنه مين عمل هيك قبل؟ فرحت أنا بلشت وعملت فوتو سيشن لإلي، وانتشرت الصور وأخذ صدى كتير كبير. فبعدين صدى إيجابي ولا سلبي من ناحية نقد؟ يعني كان في انتقادات على هذا الشيء؟ أنت لو بتلاحظي مثلاً الصور بعض الكتاب حالياً عم تتغير، يعني أنا بلشت مثلاً من 4 سنين لهلأ، بتحسي أنه قبل 4 سنين غير الوقت الحالي. فيعني أنا بحس إني عملت يعني هيك، يعني حركة شوي تجديدية بالمجتمع الثقافي الكلاسيكي. دائما الكلاسيكيين بخافوا إنه هن يعملوا حركة جديدة ينتقدون العالم. فأنا بما إنه كان أول كتاب لي، كانت مش فرقة معي، وبعدين أنا لأني بصور، فكنت بعرف أختار الصور الأفضل إنه هي تنزل للعالم. أنس، أنت كيف تروج لشعرك؟ يعني هي قاعدة تروج لكتبها وكذي بخلال صورتها، أنت كيف تقوم ترويج شعرك؟ شوفي، الكلمة هي إذا وصل صداها، وصل معناها، وصل إحساسها، هي تنتشر لا إراديا. الوصول إلى قلب المستمع ولا قلب المتلقي هو انتشار للقصيدة. يعني كثيرة من القصايد شوفين أنه كتبت صياغة جميلة، ما بيها إحساسها، ما نوجد بها إحساسها، بالحالة ما راح تنتشر حتى لو كانت من أجمل القصائد. نعم. ولكن لما توصل إلى قلب المتلقي، لما تكون هذه الكلمة جميلة، بها هدف، بها رسالة، لا تكون حشو كلام. صحيح. يعني هي الرسالة في الشعر، الشعر ترى هو رسالة. هي مسؤولية عليكم. مسؤولية. كشاعر تكون. فبهالحالة هي توصل للجمهور. طبعاً الترويج للشعر عن طريق الناس اللي يستمعوا لك، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق التواجد في جميع المحافل. نعم. بإمكانية حلوة، يعني هذا هو التواجد الجميل. يوم تكون أنت في مكان مالي مكانك، عارف ثقتك بنفسك، عارف ثقتك بحالك، عندك كلمة راح توصل بيها معنى جميل. نعم. شكرا جزيلا، معنى جميل للمتلقين، راح تنتشر لا محال. يعني هي هاي أسلوب النشر، أنا أعتبره صدق الكلمة. ما عندك قصيدة حق القهوة؟ للقهوة لا، أنا مو أنا مو أنا مو من عشاق القهوة، أنا مو حبايب يا القهوة. الله يعطيك العافية. ما أدري ليش أنت مسكت الفنيان كذي، شاعر مسك الفنيان، فيبالي إنه في قصيدة قهوة. لازم دلة نحطيها من ونجيب جمل ونسوي مال البداوة حلوة. أنا عندي قصة فنجان شاي. شو اسمه؟ فنجان. فنجان شاي. يعني شاي يعتبر صح؟ ولا شنو؟ شاي، فنجان شاي، مش في قهوة. لا، أنا لأني من محبي الشاي، فدايماً كل كتاباتي فيها شاي، فيها الشاي. أنا شاي. يعني إحنا بعي البن والقهوة لازم تدخل في قصايدك. هذه القصيدة. في. ها؟ في. طبعاً. أوكي. لا تخافي، بس مو على القهوة. أوكي. يلا. القصيدة هذه بالفصحى. تعرفين الشعر تنوعت أساليبه. فمنها القصيدة الكلاسيكية، ومنها القصيدة المقفاة، ومن القصيدة التفعيلة، ومن القصيدة النثرية، ومنها على كثير من الأمور
بأنواع الشعر. فبعض ومنها أنواع الشعبي ومنها الفصيح ومنها الباقي النبطي إلى آخره من أشعار العامودي. فحلو إنه واحد يتنوع. فاليوم راح نسمعكم قصيدة بالفصحى. هذه القصيدة تعني انتصار الكبرياء. الله. هذا الكبرياء في بعض المراحل من الحياة لأجل لا أخسر كل شيء أطلع بأقل الخسائر وهو الكبرياء. فتقول القصيدة: يا من تعلمني الهوى أتحبني، همست تنادي حبها أتحبني، أين الجواب حبيب قلبي ما الجواب؟ أعوامنا تمضي هباء كالسراب، وأنت تقتل بهجتي، وأنا أداري وحدتي، والكبر يسحق زهرتي، ضاع الشباب بصمتنا، ضاع الشباب، ما طرى في سامعي غير العتاب، أشواقنا باتت حروب، والحب قارب للغروب، يكفينا نحكي بالعيوب، يكفينا من هذا العذاب. أتحبني يا من بك العمر فنى؟ أتحبني أنا لك؟ من لي أنا؟ أنت الذي آذيتني وقتلت في صدر الأمان، أنت الذي أوهمتني أننا في الحب غارقان، أن دستور الهوى سمانا عاشقان، أن الحب حمامة السلام، وإننا في وادي الغرام، أسمعتني فن الكلام، أوصلتني عند السحاب، ورميتني كصاعقة العقاب، وحصادنا كان الخراب، أبكيتني وخدعتني وجرحتني، والقلب ينزف بالغياب، والعين تحدر دمعها سحقا لأشخاص ذئاب، في كل شبر قد وضعت جرحا يئن بفعل ناب، أترى انفعالي كسر حالي، ضاع عمري في سؤالي، أتحبني؟ أنا لست أدري ما الجواب، ما عاد يعني للجواب، خذ كذبتك، خذ خدعتك، خذ ما تبقى من ثياب، فالبرد أهون قسوة من قسوتك، لا زال حيا كبريائي لن يغطيه التراب، لا لن أكون كلعبتك، لا لن أهاب، أنا لست أخشى وحدتي، لا لن تصادر ضحكتي، لا لن تمنع فرحتي، لا لن أهاب، ارحل من حياتي، الآن قد حان الذهاب، فلن تعود ولن تعود، أغلقت صفحات الكتاب، أتحبني أو لا فلا، ما عاد يعني للجواب، ما عاد يعني أبدأت. يعطيك العافية وصح لسانك. صح بدنك. أنا في عندي رد وياكم. نعم بيكون ردك بعد الفاصل. كملنا وياكم لكن بعد الفاصل بنرد لك شعبير وأنس. مشاهدينا فاصل سريع ورادين لكم لبرنامج فوالة، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا مع سوالفنا الحلوة مع الكاتبة عبير كزبور ومع الشاعر أنس البيات. طبعا عبير قبل ما نطلع فاصل قالت في رد بترد لك، شوفوا إذا النساء ردوا على الريايل أزالوهم. بس أقول لك القصيدة كانت دعم للإمرأة، يعني البارحة كان معنا شاعر وشاعرين ما شاء الله عليهم قصفتهم فعلا. عبير يلا شدي الحيل، يلا اشجع انا وياك. لا هو كان عم يدافع عن المرأة، عم بيقول لك كبرياء ولازم تبعد. شو انا شفت شلون أنا مع رجل، هذا الكتاب خلاني فوت على عالم التسامح. أوكي. وصرت أنا من فارسات التسامح الأوائل. ليش؟ لأنه أنا ختمت الكتاب شو بيصير لو تركنا كرامتنا على جنب شي مرة شوي. يلا. شو بيصير لو اعترفنا بذنوبنا شي مرة شوي؟ شو بيصير لو حطيت عينك بعيني شوي ورميت تعب قلبي بدفى إيدك شوي؟ ما رح يتغير من اسمي شي ولا رح ينقص من مجدك شي، رح نضل مثل ما نحنا، ما في شي رح يتبدل فينا إلا دقات قلوبنا رح تقدر تغفلها شوي. هلا نحنا بصراحة مع إنه الواحد يكون عنده كرامة، بس شوي عاد ممكن مرة شوي. شوفي نحنا دائماً نحنا دائماً منقول إنه كرامتي ما بتسمح لي اتنازل، بيكون الواحد غلطان وعارف إنه هو غلطان، بس
حكي العالم وحكي الناس بيخلوه يبعد عن الصح. أوكي؟ نحن بدنا قوة كتير كبيرة لنعترف بالغلط ونعترف بالذنب اللي عاملينه. فلحتى نعتذر بدنا نكون كتير قوية. مش ضعف أنا الواحد يعتذر. أنا معاك بالاعتذار بس مش كل المواضيع. ما هو نحن أهم المواضيع شو هي؟ شو هي؟ بناء الأسرة. فياما في أسر وفي أولاد كتير بيروحوا بين الأم والأب. لا خاصة بالأسرة. شو المواضيع الثانية إحنا نتكلم عن الكرامة. لا الأسرة لا بالعكس هالك أنا معاك. طبعا الأسرة استحالة دخل فيها موضوع كرامة لأن فيها أبناء. نعم أنا أنا إذا قلت أنا مع الموضوع لا بحكي أنا معاك مع المجتمع. نحن عم نحكي عن موضوع إنه الواحد لما يكون غلطان لما يكون هو غلطان مش لما يكون مش غلطان لما يكون غلطان يعترف بالذنب اللي هو عامله. ويعتذر لحتى الثاني كمان يكون بده كمان قوة أكبر لحتى يتقبل هذا الاعتذار. نعم. ويمحيه لحتى تستمر الحياة. أنا بسأل مروة كم مرة اعتذرتي يا مروة؟ أنا يوم أغلط دوم أعتذر ما أقدر في كل المواضيع ما أقدر أنام بدون ما أعتذر إذا أنا حسيت بأن أنا غلطت بحد أو أن ممكن حد زعل مني ما أقدر أنام لازم شيء جميل. اعتذر شيء جميل طبعا الاعتذار احس هو انه من شيم الاقوياء يعني صح انا اقول مو مشكله انا اعتذر انا هسه تقول اعتذر بس في مواضيع ثانيه لا انا دوم ما اقدر يعني احس انه ما اقدر حتى لو كنتي انت غلطانه مختلفه شخصيات بس مرات مرات التقبل الاعتذاري مثلا انت واحد جاي تعتذرين من شخص أيوة جزء ما يتقبل اعتذارك أيوة. لسبب معين ما يقبل الاعتذار لكن انا سويت اللي علي ريحت ضميري وخلاص من يعني طبعا ربه. هو الاعتذار الاعتذار يقبل مره مرتين ثلاثه بس اذا تكرر فاذا راح يصير الاعتذار عباره عن عاده وطريق سهل لتصفيه بعض الامور لا في بعض نعم اعتذار مرة والثاني الثالثة ولكن وضع النقاط على الحروف في أشخاص من نعم. ممكن أنا أعتذر لشخص ولكن أنتبه وايد أن أنا ما أكرر أكرر ما أكرر هذا الموقف صح أول ايه موقف هذا صح مستحيل أرد أعتذر ايه لأن أنتبه هذا هو يعني مش أني أنا قاعد على كل شيء أعتذر أعتذر سوري يعني لا بس هو الأساس بس الأسرة لا الأسرة بس هذا الأساس لا. شو هذا خط أحمر الأسرة نعم نعم هذا أعتذر وغصب علي بعد برافو طبعا الإنجاح سفينة لأن هي سفينة الأسرة سفينة عظيمة لذلك رب العالمين قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نعم فيعني هذا الشيء الأساسي الأسرة لبنة المجتمع هي اللي تخلي المجتمع يكبر وإذا تماسكت الأسرة إذا المجتمع هو متماسك بحد ذاته أكيد. إذا المجتمع ناجح وهذا اللي نسعى إليه طبعا أكيد جميعا وإذا انفصلت العائلة يبقى الطلاق الناجح هي مو قصة إنه طلقنا يعني هو أبغض حالات الطلاق ولكن شنو الفكرة إنه حتى إذا صار أي شيء لا سامح الله فتبقى المودة والمعرفة الطيبة الذكر الحسن لا يتحولون إلى أعداء نعم. لأن وجود أعداء الضحية هم الأطفال أكيد أكيد يعني هاي الشغلة الأساسية في المجتمع أكيد فعلا هاي الشغلة الأساسية اللي واحد لازم ينتبه لها في جمع أسرنا ترى هي مسؤولية الأسرة مو مسؤوليتي أنا فقط كأسرة أنا جزء من المجتمع إذا أخليت فإذا أخليت في المجتمع فهي مسؤولية مجتمعية بالتالي نعم. أكيد أنا شو الأبيات أو القصائد اللي تحب تكتبها وتحس أن أقرب لقلبك هل هي الحزين أم الفرح أم الغزلية كشاب أحس غزلية صح؟ يعني هي مو قصة أنه الغزلية أو المدح أو الها لكل موقف له قصيدته بس انا عندي القصائد اللي اتجه بها اكثر شيء هي الاتجاه القصائد الايجابيه يعني اللي تشوفين انه القصيده اللي اريدها اطلع بها رساله معينه اوصل بها للمتلقي ان كانت في المدح ان كانت في الغزل ان كانت حتى في الحزن لانه مرات الحزن هو قريب الى القلب مرات الفرح قريب إلى القلب الغزل هذا هو السعادة أنا نعم 80% من أشعار هي غزلية وهذا اللي يعني شفته من البداية وجودي وين واحد يبدع باتجاهه يتجه إلى ولكن هذا ما يمنع أنه نعم أكو فيه أشعار الحزينة أكو فيه أشعار الرثاء أكو فيه أشعار المدح أكو الهجاء هاي كلها من القصايد اللي تنوجد عند الشاعر كأبنائه يعني القصيدة هي بنت الشاعر القصيدة فأكيد هو شو يحب راح يقول هاي حبيبتي هاي القصيدة الجميلة هاي غزلية هاي جميلة أيضا أثرت بيها حزن معين مر في مرحلة من المراحل نعم. تحول الواقع إلى كتابة نعم. فهي هاي طبيعة الأشعار
انه واحد يتنوع في قصائد اكثر شيء. شو القصيده اللي قلت يوم كتبتها هذه حبيبتي؟ القصيده اللي كتبتها وقلت هذه حبيبتي طبعا والاقرب لقلبي راح اسمعك اياها ولا يهمك. يلا هذه القصيده طبعا اهديها الى ام فهد حاليا دتشاهدني. اقولها سئلي قلبي يقول لك شبيه ما بي وانت بكل نبض عندك علامه اذا اعترف لك وبكل فخر وانا مبهور قلبي بسالك يعلن غرامه البشر بدنيتي لا ما يهمون وقلبي وياك حسب انسجامه كاني بدونك شخص عطشان بصحراء عايش وانت الغمامه مطر حبك لو نزل يرويني والله وقربي قربك علاج من السقامه اذا صرت انا احبك بالقلب والروح لانك للعشق رمز الكرامه واذا جيت اوصفك حرت وياك غزال البر انت لو اجمل حمامه ما اعرف شو اقول لك تهت وياك قلبي عن صدري اعلن انقسامه واحد يحبك اكثر من الاخ أميرة عمري صرت بخير وسلامة ولين حبك نبض جاي احكي وياك وقلبي يقول لك وآخر كلامة ما اريد العشق ما اريد العشق لك ما اريد العشق وي غيرك يكون وريدك للقلب تصيري وسامة أحبك حيل أحبك حيل أحبك حيل وأموت أنبيك يا أم أحلى شام الله يحفظك وأموت أنبيك يا أم أحلى شام الله يحفظك الله يحفظك حياك الله. عبير خلينا نتكلم عن الحراك الثقافي في دولة الإمارات. بدولة الإمارات ما شاء الله يعني خطت خطوات كتير كبيرة عالميا. نعم. ومع إعلان الشارقة عاصمة عالمية للكتاب بالشهر الماضي الإمارات دائما تطمح للرقم واحد. أكيد. وأنا بعتبر أنه الإمارات حاليا بالوطن العربي هي رقم واحد. يمكن في كتير ناس بتقول أنه مثلا كانت لبنان عاصمة الثقافة ومصر ودول الحضارة اللي سبقت الإمارات، بس رغم الإمارات بعمرها الصغير ولكنها تخطت أرقام قياسية سواء كان بتنظيم المعارض الثقافية الفعاليات الثقافية الوصول للمحافل الدولية بشكل أسرع. طبعا هذا كله بفضل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان اللي أسس دولة الإمارات على بناء الإنسان. صحيح. كان دائما يقول الله يرحمه أنه نحن بنبني الإنسان قبل ما نبني المصانع والبناء. فكملت القيادة بوجود الشيخ خليفة والشيخ محمد والشيخ محمد بن راشد وكل الحكام كلياتهم بتحسيهم يد واحدة لبناء هذا الإنسان. نعم. وطبعا نحن بفضل أنه نحن متربيين بدولة الإمارات عم نمشي تحت هذا النهج. فأنا في فيديوهات عملتهم نوعا ما لحتى نقدر ننشر الثقافة على أوسع مدى. رسالتها هالفيديوهات؟ فرسالة هذه الفيديو أنه تدمجي الثقافة بالمجتمع. نعم. مثل المجتمع بيحب الأشياء المتسارعة نحن بنقدم لهم الثقافة بشكل جميل وجذاب بشكل سريع بحيث أنه هن يحبوا الثقافة بدل ما يقولوا أنه المثقف دائما هو منعزل بالزاوية وكلاسيكي ولابس نظارة ومشرب ويقعد في القطار عادي فيه يشرب موهيتو ويكون قاعد بقلب الكافيه وعم يقرأ كتاب ممكن يكون بالجيم عم يعمل عضلات بس بنفس الوقت عم بيربي عضلات بعقله. نعم. ممكن تكون البنت اللي بتحب تحط الميك اب وتكون حلوه كمان تكون مثقفه. نعم. تكوني جميله. صحيح. ومثقفه. فهذا الحراك الثقافي يفترض انه يكون مشمول بكل فئات المجتمع. صحيح. مش يكون بس بوقت معرض الكتاب ممكن يكون الثقافه بكل وقت وبكل مكان لحتى يكون الكتاب هو رفيقنا باي وقت. نعم. صحيح. انا استعتمد بكتاباتك على الواقع ولا الخيال اكثر؟ سؤال جميل. القصيدة بصورة عامة إذا كانت من الواقع فراح تكون محسوسة أكثر للمتلقي يعني المتلقي يوم يسمع قصيدة وعينه أوريدي شافت هذا الواقع بالمجتمع راح تكون قصيدة قريبة إليه ما راح يتعب بفهمها ولا راح يتعب بتفسيراتها ولكن عندما تكون قصيدة من نهج الخيال أنا أعتبرها تكون ضعيفة لأنه الشاعر الشعر هو شعور هو إحساس ف
فالإحساس يأتي من الواقع، فالواقع يوم يكون قدامك حولت إلى كتابات. فإذا الواقع هو أساس القصيدة الناجحة. نعم بعض الشعراء اتجهوا إلى منحى آخر، إلى الخيال، وهنا القمر وصعدته راح تشوفيها عبارة عن قصيدة بعيدة عن واقعنا. أنا راح أشوف هاي القصيدة أول بيتين أقول هاش قاعد يقول قلبتها ما حسيتها مش حيعيشها. صحيح قلت الحين أن الكتابة هي شعور. نعم أغلبية الكتاب والمؤلفين يقولون بأن الكتابة هي نزف، هل تعتبر نزف فعلا؟ نزف 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 كلمات نزف لا لا هو نزف ونزف مشاعر. من الطاقة. نعم. شوفي هو موقف بسيط صار أمامك لازم تحوليه إلى قصيدة إلى قصة إلى رواية. يعني أنت خلقتي أو أوجدتي من البذرة شجرة، يعني نعم. ثمرة مثمرة وشجرة مثمرة إلى آخره. فإذا أنت تعبت في سقيها، تعبت في إدامتها، تعبت في رعايتها حتى تكونها وتكون بهذه الصورة البهية. أكيد. فإذا من البذرة البسيطة أوجدت شيء جميل. إذا هو صح نزفوا من الأفكار، نزفوا من الوجود، تحس نفسك أنه دخلت بهاي الشيء البسيط، الموقف اللي صار كون لك موقف آخر جميل، ولكن جميعها مواقف واقعية. نعم. هو الأساس. بالنسبة للتعبير حسيت أن عندك رأي مختلف عن رأي أنس. هلا هلا أنا بالنسبة لا أنا مع أنس، أنا بالنسبة لي يعني نفس الشيء هو نزف، يعني وقت اللي بتجيك الفكرة اللي تكتبيها بتجي مرة واحدة خلاص. فأنا بدي أسألك لأنه مرات في بعض الشعراء بس تجيهم مثلا اللحظة والوحي بيكتب المقاطع بيرجع بعد فترة بيكمل، بعد فترة بيرجع بيجمل أكثر، كل ما قرأها أكثر كل ما بتصير بيضيف عليها أكثر. راح أضحكك راح أضحكك. مرات أنا وجالس أسوق في السيارة في الموتر تجيني الكلمة قصيدة تجيني لا إراديا، يعني إنه جاء في بالي مع فكرة معينة، أسوي باركينج وأقعد أكتبها على السريع أسجلها أو بالتليفون أو بالتليفون مباشرة وأتركها، تلقيها وراء أربعة أشهر أنا بدي أقلب بالفون رجعت لي الفكرة، بس أنا وجدتها. هي إيجاد الفكرة هي أصعب شيء. يعني مرات إحنا ليش تلقين الشاعر اجتماعي؟ لأن هو المجتمع اللي يخلق له، هو المجتمع اللي يخلق له قصيدة هنا قصيدة هنا، تلقين الشاعر عنده علاقات كثيرة بالمجتمع، فهذول العلاقات الكثيرة تخلق له قصص. نعم. القصص راح تخلق له أشياء جميلة هو بعدين يعبر عنها بكتاباته. فلما نيجي طبعا القصيدة أو الفكرة، أنا ما أسميها الإيحاء، القصيدة أو الفكرة راح تلقين إذا ما مسكها بلحظة معينة راحت انسى. أنا مرة من المرات راحت من عندي فكرة لحد الآن أنا متندم، وكل ما تجيني فكره اقول انس باركن، بس اكيد بتطلع شيء اجمل من على فكره هالشيء. نزار قباني كان تي يعني يوم تي فكره يكتب على ايده. ايه شاعر نزار قباني شاعر رائع. احنا الحمد لله في عندنا موبايلات على طول بنكتب بالموبايل عن زمن نزار قباني. عبير هل كلمه محصوره في الوطن العربي؟ ابدا بالعكس، يعني مفتوحه عادي، حريه الكتاب موجوده في الوطن العربي. لا طول ما الحريه هي تحت سقف القانون نعم فهي ممتدة ومباحة إلى أبعد الحدود. يعني أصلاً ليش لحتى الواحد يكتب شيء خارج القانون أو خارج الدين؟ طول ما أنت محترمة الدين والقانون فأنت حرة تكتبي اللي بدك إياه، فأبداً ما في لا حصار ولا في أي شيء. فبالعكس يعني الواحد كل ما كان هو عم بيعبر عن الأشياء الحقيقية بالمجتمع كل ما حيكون هو حقيقي وكل ما حيكون أقرب للناس. لما تجيبي تكتبي مثلاً شغلات إنه فيهم إشاعات وفتن لشو؟ بالعكس انت يعني بتحركي المجتمع بشكل سلبي. مختلف وبشكل سلبي وما عم تستفيدي شيء. اوكي ممكن الواحد ينشهر لفتره اذا كتب بشيء مش حقيقي او شيء مثلا ضد القانون، بس هو شو حيستفيد؟ مجرد فقاعة ما حيستفيد منه شيء ابدا. نعم سوالفكم حلوه، ايش رايكم شويه نمر على زميلتنا عواطف ونشوف سوالف خالاتي معاها؟ هي حبت للجيمات لازم تروحون. عواطف حبيبتي نحن عندنا رقاق اليوم. مش الجيمات. اي مش الجيمات. يسعد مساكم بنات ويعطيكم العافيه. الله يعافيك على ضيوفنا. ونرجع لخالتي مبرمان، وقبل شوي كنت تقولي لنا عن قعدات الحريم، الحين بعد تخبرين عن ينسات الريايل وعن المهن اللي كانت خاصه بعد بالريايل قبل. الريايل هذه اول يسير النخيل ويسوي اللي يريد هذا مع الخوص كما هذا
بعدين ولفوا هم اللي يجيبونه، هم اللي يجيبون الريايل ولفوا ويزوا سووا منه الخبز وسووا منه هذا الشيء ويابوا وخلبوا النخيل ويابوا الليف. الليف هذا مشعوا سووا حبال سووا حبال لين هذا يوم، بعدين ولفوا بعدين ولفوا الخوص ورشوا بماي تقروا فلان وفلان وفلان دعان ابو خمسة ريايل دعان ابو ستة ريايل باتي يزفنا عطول اللي على القمر. ذيك اليوم ماشي كهرباء ماشي الاسراي ويوم يطلع القمر قاموا يزفنوا الخوص هذا زفنوا اربعة خمسة جعون. الحرمة سوت لهم خبز كما هذا الخال وسوت لهم خبز ذيك اليوم خبز حطيت لهم خبز ولا دبس وكلوا كلوبه ولا سوت لهم ساقة ولا سوت لهم عصيدة يعني وتفاولوا الرياييل. الصبح بعد ثانية الرياييل بعد تولفوا قالوا أخي اليوم بنزفن إحنا بعدنا مكان فلاني عندك أنت الزفان عندي عند أبوك أنت الله يرحمه قال الله يعافي. إنزين دفنوا بعد أربعة خمسة زفان سووا لهم وش جابوا لهم خبز جابوا لهم لبن مال بقر جابوا لهم برمة لبن جابوا لهم خبز جابوا لهم سح وكان أرطب جابوا لهم أرطب وجابوا لهم خبز كما هذا وكلوا وتفاولوا خمسة أربعة تجعون كم زفنوا وروحوا بيتهم. باكر كما كذلك عند بس عند حد ثاني عند الثاني بعد أربعة خمسة تجعون على الثالث والرابع هذا نمونه. وبعد كانوا يسيرون يوم يسيرون البحر يتمون بالأيام سير البحر سير الغوص ذاك يوم يسير الغوص يتموا عليهم بالسبوع وبالشهر بداخل الغوص يبوا يوميو يغوص حد منهم يسير الغوص أي مساكن حد منهم يتوفوا داخل البحر الله يرحمهم وحد تراهم الحمد لله يوصلوا البلاد بالسلامة بالسلامة تموا لهم شهر شهرين وحد يسيروا كما بنقول احنا كما حفة كما ليمة سبوع سبوعين ايو ولا حصلوا حصبة ولا حصلوا لولو ولا ما حصلوا شيء ورجعوا رجعوا بيوتهم استوى القيض زين قاموا وش احنا الحريم نسف الخصافه الخوص خصافه نسوي اللي يريد نسف خصافه سف الخصافه يوم سف الخصافه الرياييل يخيطوها يحطوا فيها وش يحطوا فيها التمر يحطوا فيها التمر زين سوينا التمر سووا التمر رياييل وكنزوا داخل الخصافه هذه شلينا يا اخوي اليوم احنا بنبني لنا بيت في القيض يسووا عرشان في القيض سووا عرشان لأن الدنيا قبل غير والحين غير أول ما شيء يعني سميت ولا شيء هذا أول عرشان دعون الحين بالمثل الحين جايين روحهم يبنونها أرواحهم الحين جايين القيض ولفوا ثلاثة أربعة ريايل اليوم اليوم بنوا بيت أبو عيالي أنا بنى له عريشين عريش كان عنده أمه بنى له أمه وعياله عريش وبنى للحرمة عريش حطوا فوقها سقف وكلهم ويا بعض كلهم بعض وحطوا مطبخ منك حق الأكل وهذا زين باكر استوى الزفان استوى البنيان لغير حطوا دعون دعان فوق يعني هم كلهم مع بعض يساعدون لا بعض لا ما كلهم بعض كل واحد بمكانه هي بس يساعدون بعض يساعدون يعني مثلا بعض بيت فلان كلهم يسيرون يبنون. اليوم بنوا عندي انا اولا اليوم بنوا كان ذهبوا اليوم ذهبوا ما ذهبوا اليوم ذهبوا باكر يكملون باكر حتى في الليل يزفنوا سووا الرديد شوفي رديد كما هاي كان رديد هذا هي نفس هذا هي رديد بعدين ذهب لبيوت وانا احنا الحريم قشبنا العريش قشبنا وعدلنا وصابينا وفرشنا فرحنا وش فرشنا بكم هذا هي كما هذا شيء عادي هي عادي عندنا كما هذا كان شيء اسمين ما الغضف تجي كل يوم المحامل تجي من البصره وتجي من البحرين وتجي من وادي رشاد تجي بغضف اشتروا الغضف فرشوا البيت بالغضف هذا احنا مددنا الحريم هذا حطينا الصرون حطينا ضربنا حطينا النقطه حطينا يعني هم يبنون البيت وانتم تبنون احنا اللي هم الحريم الرياييل يبنوا البيت ويعدلوه احنا الحريم نعدله بالسفافه بالمقطع بالصرود يعني السمه بالعدلنا التكيكه هذه ذيك اليوم ماشي التكيكه هذه ذيك اليوم التكيكه نجيب ارق
أرى من السيح نسير السيح ونجيب اسمه أرى ونجيب خلاقه ونخطناها وكنزناها أرى سويناها مساند ما شاء الله هي نسويها مساند سرنا السيح نسير الرقة الأرى يوم نسير نحطب كل واحدة يا بدأ يزفت أرى وشوم وراء الحطب تسوون فيها المساند نسوي فيها المساند ذهبناها ونشينا حطيناها بالشمس بعدين يبنى عليها عندنا كان عندنا قصة كندورة قصيناها قصتين سويناها مسند سويناها تكية التكية هذه حطيناها من منظر للبيت نفس هذه لبعض. نفس هذه لكن كبار الحين مساند جاهزة أول ماشي الحرمة تصير ترقط الأراب ترقط ما أدري وش وحطته وسوته يعني منظر حق بيتها في القيف الشتاء كذلك هذا ياش القيض ياش الشتاء بعد سوي عرش كراين اللي عنده ترى وايد سوى له كراين واللي ما عنده وايد سوى له خيمة والتفوا عياله بعد هذا وهذا حادثنا القسيفة الأولية حادثنا أول إحنا هذه حلوة السؤال الحين الحمد لله الله يطول عمر الحكومة ويرحم روح أبونا زايد ما قصر سوى كل حاجة الحمد لله الله يرحمه وطول عمر حكومتنا هنا جميع يا رب يبارك فيهم وربي يحفظ شيوخنا وعيالهم وعيال المسلمين جميع والحمد لله رب العالمين إحنا ما محتاجين دالين أرى ودالين ندعون هي لأن الدنيا الحمد لله تطورت مشكورة حبيبتي خالة أم برمان ونحن دايما ويا فوالة متواصلين وياكم ويا فقراتنا أكيد ويا ليالي رمضان المميزة ننتقل وياكم لفاصل ومن بعد راجع شكرا أبوي وذاكم ألف رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيوفنا عبير في سؤال بسألك إياه شو تلاحظين في دولة الإمارات أو في الوطن العربي هل هناك اهتمام فعلا بالكاتب من خلال تشجيعه من خلال التشجيع المادي أو المعنوي هلا في كتير مسابقات بالوطن العربي وبالعالم دائما بيشاركوا فيها من كل الوطن العربي وفي عندك جوائز الشارقة للإبداع العربي صحيح. في عندك جائزة الشيخ زايد للكتاب في عندك الجائزة العويس للثقافة وجائزة الشيخ محمد وشخص التحدي القراءة محمد بن حمد راشد بن حمد الشرقي بعد نعم الإبداع نعم الإبداع فلكن كمان قلنا نحن جينا على الفجيرة أنه الفجيرة صار لك فترة عم تهتم كتير بالمسرح وبالثقافة وبالحراك الثقافي فالإمارات بشكل عام مثل ما قلت لك قبل شوي أنه هي عم تتخطى مراحل كتير كبيرة بالاهتمام بالمثقفين لحتى تكون هي المركز الأول بكل المجالات مش بس بالسياحة ولا بس بالتجارة ولا بس بالصناعة يعني بتحسي أنه عم يمشوا بخط واحد بكل المجالات يعني ما في عذر عم يعطوا مجال كتير كبير للكل يعني مثلاً أنه يعني ما في عذر قدامكم سواء للكاتب أو للشاعر أبداً بالعكس الساحة مفتوحة للكل ودور النشر عم تعطي كمان تسهيلات كتير كبيرة للشعراء والكتاب بس لازم يكون واحد عنده مادة خارج انه تنطرح يعني في مثلا بعض الكتاب بيقولك انا ما في حدا عم يهتم فيني وما حدا عم يتبناني اول شيء هو لا عم بيعرف عن حاله لا عم بيروح يطرح مواضيع مفيدة لحتى ينشروا له اياها فدايما نحن بنحط اللوم على الاخر وبنكون احنا قاعدين بالبيت لا الواحد يتحرك ويشتغل على حاله لحتى يلاقي الدعم المطلوب صحيح يعني مثلا انا اول ما بلشت عم صور كتب وعم بكتب فيعني تخيلي يتصل فيني مثلا مكتب وزير التسامح ويقول لي نحن بدنا نتعرف عليك اكثر من هيك دعم شو بدك أكيد. الدعم مش بس مادي الدعم كمان المعنوي انك إذا تكوني اتصال يصير زحف انك تكوني انت انك تكوني انت عم بتقدمي شيء ملموس والقياده هي اللي عم تهتم فيكي وعم تقول لك اهلا وسهلا فيكي وتعي نحن بدنا نتعاون معك فاكثر من هيك دعم احنا شو بدنا صحيح ايش رايك احنا في اتصال كذي بعد ان شاء الله انا وانت ان شاء الله يا ريت انس بعطيك سؤال تفكر في دقيقه لين ما نسمع شيء من كتابات عبير جميل من الفنانين اللي تحب ان شعرك يتغنوا فيه فكر بالسؤال بتسمي لي اسماء تفضل يا عبير انا طبعا بكتب قصص قصيره جدا فرمى قشرة الموز خلفه وواصل في خيلاء مشيته لم يلتفت إلى كل الذين زلقت أرجلهم بسببه
دخل عالمه الجديد، رفع جدران منزله على أنقاض جراحهم، عظامهم المتكسرة صارت برجا. طبعا هاي الناس اللي بيكونوا الأنانيين واللي بيستغلوا الناس اللي حواليهم لحتى يوصلوا لمآربهم. نعم. حلو أنه الواحد يكون هو بحب حاله، الأنانية بعض الأحيان مطلوبة، ولكن ما ينسى الناس اللي وقفوا معه ما يؤذي الآخرين. فدائما نحن أنه منشجع الآخرين، ولكن الإنسان لما ينجح ويوصل لمرتبة معينة ما ينسى الناس اللي كانت معه ببداياته. نعم. طبعا هيك أنا حقلب. تقري لنا شيء بعد؟ طبعا انتم البنات بتحبوا الشوبينج. ما زالت كلما غضبت منه ذهبت الى السوق، اشترت واشترت حتى صارت خزانتها حبلى بالحكايات. اهم شيء مش مصاريفها، مصاريفها هو. هو طبعا طريقه للاستفزاز يمكن لتاخذ حقها. يلا سمي لي الاسماء. طبعا سؤال جميل. شوفي راح اقول لك شغله اساسيه. كثير من الشعراء يحط جانب انه قصائده تغنى على جنب وقصائده اخرى تكون قصائد هي تعبر عن الشاعر نفسه. نعم. فاذا اريد اسمي لك اسماء، بما انه انا من عشاق وكتاب الشعر الفصيح، فالشعر الفصيح الى ناس اللي يغنوا قليل، يعني اللي يغنوا اللي يعرفون يجيدوه، مثل الفنان الكبير اللي ما يختلف عليه حتى كاظم الساهر، يعني من الناس اللي أجاد غناء القصيدة الفصيحة، وبهالحالة صار عنده تميز في لون معين، عرف أن القصيدة الفصيحة هي لكاظم الساهر. رضا العبد الله أيضا هم عنده محاولات جميلة جدا ومسموعة وصوت جميل. فكثير من القصائد او اللي ارغب نعم تكون في هذا النوع، في هذا النمط بصوره اساسيه. نعم. فمن الفنانين طبعا كاظم الساهر قدم لنا تحيه، هو من الناس اللي اضافوا للاغنيه العربيه وليس العراقيه فقط، وانا ما يفخر به العراق اكيد بكل الارجاء. يتغنى بقصائدك؟ نعم يتغنى بقصائدك اكيد الفنان كاظم الساهر. ليش لا؟ كاظم الساهر. نعم، هو قصيدة الفصيحة. نعم. فالإنسان يدور على من يجيدها. تعرفين كثير من المطربين تطيق قصيدة فصيحة ما راح يقدر يكون إلى وجود بيها إلا يكون هو متمرسها. مثلا هم أيضا الصديق العزيز الفنان ستار سعد أيضا اللي هو كان من فريق كاظم الساهر في آخر المسابقات، أيضا هو أجاد غناء القصيدة الفصيحة. عندك كثير من الفنانين اللي لهم هذا اللون اللي هو لون القصيدة الفصيحة. يعني أنت إذا حطيت ببالك أنك إذا بتكتب قصيدة مغنى خلاص حطيت ببالك كاظم الساهر أو زميلك. نعم نعم هذا نعم الاثنين. نعم إيه، لأنه راح تبدأ أصلا تهيئها على لونهم. أكيد. شوف القصيدة أكو نوعيتين من القصائد، القصائد التي تلحن عند الكتابة، هذا أنت وقاعد تكتب اللحن يجي في بالك، فلذلك انت راح تمشي على نسق على الوزن موسيقي. الشعري ايضا ليس قصه الوزن الموسيقي بقدر اللحن والنسق اللي يخلي القصيده سهله عند المطرب. نعم. يعني مثلا معروف صعدات كاظم الساهر في الصوت ونزوله وين يعطي الاحساس، صح. لازم انت تمثلها في القصيده فتكون هي اداه جذب للمستمع. نعم. هاي طبعا تكون القصيدة يسموها الملحنة من الشاعر نفسه، وأكيد يضاف إلها بعدين لحن آخر، تغيير تعديلات بسيطة. أكو قصيدة أخرى هي القصيدة اللي تكتب وبعدين تلحن، هذا القصيدة طبعا جدا من الصعوبة تكون راح تتغير كثير بها من المفردات، تغير كثير بها من العبارات. هذا الموضوع طبعا راح يكون بكرة أيضا كلامي ويا الشاعر يونس ناصر قدم له تحية، لأن أنا حاليا أقدم برنامج رمضانيات بروحي شاعر تابع لرمضان دبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي مول. فكل يوم عندنا استضافة، يعني بين يوم ويوم إلى آخر استضافة شاعر من الشعراء، نتكلم على عدة أمور اجتماعية تخص رمضان، تخص الحياة الاجتماعية، تخص العطاء، تخص التسامح، تخص البذل، تخص الإحساس بالفقير. كل هاي الأمور هي رسائل. نعم. رسائل شعراء. فأيضا بكرة راح يكون عندنا كلام ويا شاعرنا القدير نقدم له تحية يونس ناصر حول هذا أيضا الموضوع. الله يوفقك إن شاء الله. أبي خلينا نتكلم عن بوك ستوديو، مشروعك هذا
اللي بديتي؟ طبعا هو بدايته كانت كتير بسيطة، عبارة عن تصوير الكتب بشكل جديد، انك بدل ما تكتبي تعمل الصورة دايما كانوا يحطوا الغلاف حتى يعملوا الاعلان. ترى على فكره شككتيني وانا اقول بوكس تيجي طالعتيني في النظره حسيتيني غلط يعني وانا متاكده يعني والله اعطيتيني رياكشن شيء يعني شو تقولي له؟ هو لانه صار بوك ستوديو انا عايشه فيه يعني أي. اوكي فبحس لما حدا عم يحكيني عنه يعني بحس انه اوكي انه هو انا زين اوكي بس اعطيتيني رياكشن يعني شو السؤال؟ فبحب انه حدا يسالني سؤال محدد لانه صار هو بحر أي. يعني انا بلشته بالبدايه كنت عم صور بس اغلفه الكتب اوكي نعم. بعدين صرت يعني تطورت شوي صغيره صرت اصور الكاتب نفسه صرت اعمل فوتو سيشن فوتوغراف بعدين تطورت شوي صغيره صرت اعمل فيديو كليب للكتاب مع الكاتب صرت اعمل رحلات مع الكاتب مع ناس بعدين كمان طورته اكثر صرت اعمل هلا فيديوز عن الكلام نفسه اني اعمل دعايه للكتاب بس بشكل جديد بشكل يعني شوي متطور يمكن الناس يعني. شوي بتستغرب الشيء اللي انا عم بشتغل عليه ولكن بعد فتره بيرجعوا بيقولوا لي معك حق بصيروا هنا بيقلدوني حتى لو قالوا لي ما معك حق بس نعم. انا بشوف يعني هو التقليد هو السيد النجاح فهو اكبر دليل انه انا ناجحه الحمد لله اكيد ففي فيديوهات عملتهم مثل ما قلت لك انه نستغل نحن وجود موديل حلوه مع ميك اب حلو بس بالنهايه هي عم تقرا في موديل موجود عندك انت كانت تبيعها ما هو انا منصب انتوا الاثنين ما شاء الله عليكم في مثلا في عندك فيديو بالجيم شاب عم يعمل رياضه بس بالنهايه هو عم يقرا ايه اوكي فدائما نحن انه ببوك ستوديو بنخترع اشياء جديده بتخلي الناس اللي ما بتحب تقرا تتوجه للقراءه نعم. يعني انا لما رحت على الجيم قلت لهم بدي اختار مثلا شخص موجود بالجيم انه هو يعمل معي الفيديو اول شيء انا فكرت انه ما حدا حيقبل لانه ما حدا بحب يقرا بس ما شاء الله انه الكل صار يقول انا بدي اعمل الموديل لانه انا بالفعل بحب اقرا انا بالفعل عندي كتب بالبيت بنستعرض الحين الفيديو نشوف معاه شكير أنا تخيلت تدرين شلون هو قاعد يمشي مثلاً على جهاز المشي وكذي في كتاب قدامه وهني يعني أنا حبيت الرسالة اللي إنه كن قوياً بثقافتك نعم حبيت الفكرة الرياضة حتى والثقافة. اختيار الكتاب صح. اللي عم يقرأ وهو البحث عن الإنسان نعم. دائماً نحن بنبحث عن الإنسان طبعاً ما في حدا كامل أكيد. ولكن نحن بنحاول إنه نكمل بعض بإنه نثري الإنسان شكلاً ومضموناً مش الواحد بس انه يهتم بشكل الخارجي سواء صحيح. كان جمال او سواء كان بادي بيلدينج كمان الثقافه شغله كثير مهمه انه كمان تعرفي تختاري الرياضه اللي بتناسبك صح. الفيتامين اللي بيناسبك مش بس انه الواحد يعمل رياضه وهو ما عارف اصلا شو نوع الرياضه اللي عم يشتغل عليها صحيح فيعني هذا كان احد المبادرات اللي عم تشتغل عليها مؤسسه بوك ستوديو وانت تطلعين الفيديو كان انس مشغول بيطالع ركن التراث ما حسيتي الحين بينتقلوا له اي يعني ركن التراث كل شوي التفت يعني. على ركن التراث يقول يلا متى بروح هناك يلا عبير وانس تفضلوا لي ركن التراث عند زميلتنا عواطف هلا هلا في ومع خلاصي مجهزين الفاله يا مرحبا حياك الله مساكم الله بالخير وبارك عليكم الشهر علينا وعليك يسعد مساكم اخوي انس يلا يمكن كان لازم نشلح من اجل شوي شوي دائما الحريم شيء عادي يسعد مساكم وتفضلوا تقهوا وعندنا تمر هو ضروري اهم شيء يعني واحد يجرب التمر استاذ عبير لين يبدا استاذ انس يصب القهوه ويجهز الفوله فوالتنا جاهزة طبعاً خبرينا عن يعني ارتباط الكتابة والتصوير بما أنك ما شاء الله مصورة وكاتبة بالتراث كيف تقدرين تخدمين تراث بلادك بالمهنة اللي أنت فيها طبعاً أنا كانت بدايتي بالتصوير من التراث
دائما نحن لما بدنا نشتغل بالتصوير اول شيء بيعملوا لنا اياه خاصه هون، سواء كان بالامارات او بلبنان او باي مكان، بياخذوك على الاماكن الاثريه والاماكن التراثيه لحتى تبيني الجمال تبع التراث. فطبعا دائما بيعلمونا جميل جدا، بيعلمونا يعني دائما انه كيف نقي الاماكن المناسبه. مثلا في عندك منطقه الفهيدي الشهيرة بدبي، وفي عندك منطقة أيام الشرق التراثية، طبعا مين ما راح على أيام الشرق التراثية ليصور هناك. صحيح. أوكي، فدايما نحن نحس إنه كل شيء بيكمل الثاني، كل شيء. ما فيك أنت تعيشي بالزاوية، ما فيك مثلا إنه تاخذي خط وتقولي أنا بس بدي أشتغل بهذا المجال. الحياة الديناميكية اللي بتكوني أنت عايشتيها بتفرض عليك إنك أنت تكوني بكل الأماكن الحلوة، لانه العين تعشق كل جميل، وما في احلى من التراث والاماكن التراثيه. هاي الاماكن اللي انت هلا عايشين فيها، اللي عايشين فيها هلا، شو في احلى منها؟ مثلا ما شاء الله نحن لما نروح بنشوف جداتنا اللي عم يشتغلوا بالتراث، وبتحسي انه ما شاء الله الابداع اللي هن عم يشتغلوا فيه. ونحاول نتعلم مرات، بتحس شوي صعب، بس بتحسي انه ما شاء الله انه هن يعني جمال الروح اللي جواتهم بيطلع بكل الشغل اللي عم يشتغلوه. تخيل يعني هذا كلياته شغل تراثي، شغل يدوي، شغل متقن بإتقان يعني. فدائما بنحس ان المصور بينطر ايام الشرق التراثيه لحتى يبحث عن الابداع بهذه العيون الجميله واللي تعطينا دائما الطاقه. جميل جميل. قهوي استاذ انس، بنفس الشيء، كيف تخدم تراث بلادك او تراث الامارات بقصايدك باشعارك كلماتك؟ تعرفين الأصل والتراث هو منبع كل إنسان. يعني لو تشوفين أنه حتى في طور الحداثة اللي إحنا موجودين فيها حاليا في الإمارات وفي دبي وفي كل مكان، تلقين أنه تواجد التراث دائما وذكريات الماضي نستوحي منها المستقبل والتميز. هو كيف واحد يكون عنده تميز؟ لما يقول أنا الماضي الذي كنت فيه أفخر به وأوجدت مستقبلا رائعا وسأسعى للامستحيل. ما شاء الله. يعني هي هاي الفكرة الأساسية. لو تلاحظين أنت، نعم تلاحظين كثير من الفيديوهات اللي تطلع يحكي لك عن البحر والصيادين وكيف كانوا، وبعدين نمات الأرض وعلت، بعدين ورم علت الأرض صارت الأبراج، بعدين ورم صارت الأبراج. لا، إحنا هسه نريد نوصل لشيء آخر، احنا نريد نوصل للفضاء. صحيح. وما بعد الفضاء ونريد نكون الرقم واحد. صحيح. يعني هاي كل هالاشياء احنا كمجتمع عربي الامارات هي تمثلنا. يعني في وقتنا الحاضر شيء اساسي انه نفخر انه انا اقول اكو في العرب عندنا بلد اسمه الامارات. هذا البلد وصل عنده يريد يسوي للفضاء، وعند المستحيل اللي يريد يقول لا للمستحيل، وعنده لازم يسعى للتميز، يسعى للإنسان. جميل. يعني لو تلاحظين البيئة، حتى مثلا أنا يوم أسأل الحال مثلا أقول الحمد لله الله فضل علي بتميز معين أسعى إلى تطوير أكثر وأكثر وغير. صح. أيضا نعمة. يكون هاي نعمة من رب العالمين. صحيح. بسبب إيش؟ سبب البيئة. صحيح. البيئة اللي التزمت بتقاليدها وعاداتها، يعني المغفور إلى الشيخ زايد طيب الله ثراه، شوفين أنه كل أقواله على الماضي وعلى الأشياء وعلى الأمور ويربط ويقول لك الإنسان وجوده وتراثك أبد تمسك به. صحيح. يعني صحيح. تمسك بالتقاليد وسار بالعادات. هاي بالقصيدة من قصايدي اليوم بعد نبي نعيشكم الأجواء التراثية. أشياء جميلة. تقهوا في عندنا تمر بعد، ونحن نرجع للبنات أو أقول الجميلات اليوم. أدلعكم شوي. فنان جميلات، أنت الجميلة. أنت دلعينا ونحن نستاهل. هنا نحن نمدح بعض على طول. حبيبتي. يعطيكم العافية، وبعد نشكر ضيوفنا ونشكر خالتي أم برمان وخالتي أم سعيد. بارك الله فيهم. العافية. نورتونا أكيد عبير وأنس اليوم في حلقتنا في برنامج فوالا، وشكرا لك عواطف، وشكرا لخالاتنا. أي والله الله يعطيهم العافية. خالات اليوم ما قصروا على الرقاق. أنتم قاعدين تسولفون هناك وأنا ومروة ناكل الحين. كملوا اللي سويانا. شكرا الكاتب عبير، وشكرا للشاعر أنس. شكرا للاستضافة الجميلة وعلى هالجلسة الحلوة، ورمضان كريم وشهر مبارك إن شاء الله. الله يحفظكم يا رب. مشاهدينا وصلنا للختام، اتمنى ان شاء الله حلقتنا اليوم نالت رضاكم.
أيضا ساهم تصبحين على ألف خير مشاهدينا، تصبحون على ألف خير إن شاء الله. باكر موعدنا وياكم بيتجدد بنفس الموعد ببرنامجنا فوالة، وأكيد بتكون فوالتنا غير وضيوفنا غير، بأمان الله. أكيد، مع السلامة.